السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فرح بلوك. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكاطو اللي صايبته لبنت خالتي بمناسبة النجاح ديالها في البكالوريا، وهي وزميلة ديالها. ومن هذا المنبر نعاود نقول لهم مبروك عليكم النجاح، وان شاء الله تكون ايامكم كلها نجاح. ونبغي نبارك لكم حتى نتوما العواشر، ونشكركم كالعادة على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير زوينين بحالكم. ونخليكم تشوفوا معايا المقادير اللي احتاجت باش نصايب هاد الكاطو اللي جا جديد بزاف وساهل وما خداش مني بزاف ديال الوقت. لتحضير الجينواز غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، 120 غرام ديال الفرز، ومية وعشرين غرام ديال سنيدة. غادي نحتاجو 2 انواع ديال الكريمات، كريم ديال الكريم شونتيي، والكريمه الاخرى اللي غادي تكون باللوز اللي هي كريمه ديال البراليني. غنحتاجو فيها 100 غرام ديال اللوز محمر، و100 غرام ديال السكر كلاسي، و5 سنتيلتر ديال الزيت. اما بالنسبه للزين فغادي نحضر الغناش. غنحتاج 100 غرام ديال الشوكولات الاسود، و40 غرام ديال الزبده، وكاس معمرش ديال الحليب. وغنحتاج كذلك لي بيبي دو شوكولا باش نزين بهم الجنب ديال الكاطو ديالنا. اما بالنسبه للطريقه فغادي نبداو في تحضير الجينواز. غادي نطلعوا البيض مع سنيده، وغادي مع واحد الساشي ديال الفاني اللي نسيت ما ذكرتهاش لكم في المقادير. من بعد غادي نضيفوا الدقيق شويه بشويه كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو. كتشوفوا معايا الخليط دابا راه واجد. غادي نجيب اللاطه نكون درت فيها البابي ودهنتو، وغادي نخوي فيهم الخليط، غادي نسرحو، ومن بعد غادي ندخلها للفرن على درجه 180 درجه لمده 10 دقائق او 15 دقيقه على حسب كل فرن. دابا غادي ندوزو باش نحضرو الكريمه. غادي نبداو بالكريمه ديال البراليني. كيف كتشوفوا معايا غادي ندير اللوز، لوز محمر، وغادي نضيف ليه السكر كلاصي، وغادي نطحنهم مع بعضياتهم. من بعد كنضيف لهم الزيت وكنبقى كنحرك حتى تنسجم الخليط مزيان. الكريم براليني واجده كي تشوفوا معايا، والجينواز حتى هي. دابا غادي نحضر الكريم شونتي، غادي نطلعها وغادي نبدا في التحضير ديال الكاطو ديالنا. فاول حاجه غادي نسقي الجينواز ديالنا كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد غادي نجيب الكريم براليني وغادي نسرحها من فوق منها، وغادي نجيب المول اللي غادي نبغي نخدم به، غادي نحطو باش نصايبو على شكل سيركل،
وغادي نضيف له الكريم شانتي كطبقة تانية، وهداك شوية اللي كان شاط ليا من الجنابات ديال الجينواز بالكريم ديال البراليني فرتتو، فما بغيتوش يضيع، فرتتو واستغليتو كطبقة ثالثة. ومن بعد غادي نعاود نضيف طبقة أخرى ديال الكريم شانتيي مع الشوكولا قبل ما نضيف الغناش اللي غادي يكون آخر طبقة. دابا غادي ندخلو الكاطو للثلاجة باش يبرد، وغادي ندوز نحضر الكناش. اول حاجه كنديرو الحليب يدفى، ومن بعد كنزيدو عليه الزبده، ومن بعد الشوكولات، وكنبقى كنحرك حتى تنحصل على خليط في هذا الشكل هذا. دابا الكناش ديالنا راه جاهز، غادي نخرج الكاطو من الثلاجه وغادي نديرو هو كطبقه اخيره.
الشكل النهائي ديال الكاتو ديالنا، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوه، فاكيد حتى نتوما غادي يعجبكم لانه كيجي لذيذ بزاف، وكيف شفتوا معايا في مراحل ديال الاعداد ديالو ما كيطلبش وقت كتير وما كيطلبش مقادير حتى هما كتار، فكنتمنى انكم تجربوه وانه يعجبكم. كنشكركم على المتابعة ديال الفيديو، ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله، وعواشر مباركة ان شاء الله باذن الله.